نعت الأوساط الإعلامية اليوم الثلاثاء رحيل مذيع محطة العراقية الإعلام المعروف رياض المجدي. وأكد مقربون من عائلة المذيع الراحل نبأ وفاته صباح اليوم الثلاثاء لتنعاها الأوساط الإعلامية في العراق. وكتب الإعلامي كريم السيد على صفحته في فيسبوك: وفاة الإعلام القدير مذيع قناة العراقية رياض المجدي هذا الصباح. وتابع: رحم الله المجدي، كان طيب القلب بشوش الوجه وحسن الخلق. وكتب اعلاميون وزملاء اخرين برقيات تعزية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة المذيع المجدي، مستذكرين محطات حياته الصحفية التي تمتد الى اكثر من 40 عاما. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.